السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب مدارس الواحة الدولية للغات. النهاردة هناخد مع بعض مراجعة على الدرس الأول في الوحدة الثانية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول بيكلمنا في أكمل أولى غزوات النبي هي غزوة بدر، وكانت عام، أيوة فكوك، كانت عام، كان السنة كام الغزوة دي؟ كانت 2 هجرية. استمرت الدعوة سرا لمدة كام سنة؟ الدعوة استمرت سرا لمدة 3 سنوات، صح. كلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلف برسالة وهو في سن 40، صح، كان عنده 40 عام. اتصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، ولقبته قريش بالصادق الأمين. كان النبي يتعبد في غار فقو كده، كان في غار حراء ولا غار صور؟ برافو، كان في غار حراء. السؤال الثاني ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. بدأ النبي دعوته سرا حتى لا يصطدم بقريش، صح ولا غلط؟ فكروا بالظبط كده، الإجابة صحيحة. بعث الله النبي وهو في سن 50 من عمره، لسه واخدينها السؤال اللي فات، الإجابة طبعا خطأ، بعث وهو في سن 40. سميت غزوة الأحزاب بغزوة الخندق، برافو، الإجابة صحيحة. حجة الوداع في العام العاشر الهجري، الإجابة صحيحة، كان في عام العاشر الهجري. انتصر المشركون في غزوة بدر على المسلمين، المشركين انتصروا في غزوة بدر، الإجابة خاطئة، انتصروا في غزوة أحد. سؤال ثالث بما تفسر هجرة المسلمين إلى الحبشة، ليه المسلمين هاجروا للحبشة؟ ليه الهجرة الأولى للمسلمين كانت إلى الحبشة؟ صح، لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. السؤال الثاني معارضة قريش الدعوة الإسلامية، ليه قبيلة قريش عارضت الدعوة الإسلامية؟ لخوفها على مكانتها الدينية والتجارية بين العرب. بدأ الرسول دعوته سرا، عايزين نعرف ليه الرسول بدأ دعوته سرا وليه ما أجهرش بالدعوة منذ البداية حتى لا يصطدم بقريش في بداية الدعوة، عشان ما يصطدمش قبيلة قريش في بداية الدعوة. كان الرسول يتصف بالرحمة والعفو عند المقدرة، ليه؟ لأنه عفى عن أهل مكة رغم ما فعلوه بالمسلمين من قبل. سمي أهل المدينة بالأنصار وأهل مكة بالمهاجرين. سمي أهل المدينة بالأنصار لأنهم ناصروا الرسول في دعوته، يبقى لأنهم ناصروا الرسول في دعوته. وأهل مكة ليه سموا بالمهاجرين؟ لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة. قيام المسلمين بالغزوات، ليه المسلمين كانوا بيقوموا بغزوات؟ طبعا أول حاجة عشان يأمنوا الدعوة الإسلامية والدفاع عن أنفسهم. طبعا احنا عارفين إن قبيلة قريش ما كانتش سايبة المسلمين، فكانوا عايزين يأمنوا دعوتهم الإسلامية ويدافعوا عن أنفسهم. ليه تحول النصر إلى هزيمة في غزوة أحد؟ افتكروا كده كنا قلنا بسبب إيه؟ لمخالفة الرماة أوامر الرسول ونزولهم من فوق الجبل، عشان الرماة خلفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل. سميت غزوة الأحزاب بغزوة الخندق، ليه سمينا غزوة الأحزاب دي بغزوة الخندق؟ لأن المسلمون حفروا خندقا، حفروا خندق حول المدينة عشان يحميهم من هجمات المشركين. كان فتح مكة سنة 8 هجريا من أعظم غزوات الرسول، لأن الرسول دخل مكة دون قتال وطاف بالكعبة وحطم الأصنام وعفى عن أهلها. الرسول لما دخل مكة
قال لأهلها اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبكده بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شكرا أعزائي الطلاب.